أهلا بكم في قناتي من جديد مع فيديو جديد. الفيديو عن تجربتي في الشراء من موقع iHerb الأمريكي. موقع iHerb موقع يقدم مجموعة واسعة من الفيتامينز والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل ومنتجات صحية طبيعية، وكلها بأسعار غير مكلفة مقارنة بالأسعار الموجودة لنفس المنتجات في الأسواق المحلية والصيدليات مثل شركة ناو الأمريكية، سواء التجميلية أو الشركات الطبية. الموقع كمان صار منه الآن نسخة عربية تقدر تسوقوا منها بسهولة، كمان بيوفر خدمة توصيل لمعظم البلدان العربية. كمان الموقع فيه له صار برنامجين، برنامج الأول اسمه برنامج ولاء العملاء، بيكون فيه 5% من قيمة مشترياتك اللي انت طلبتها أول مرة، بينزل لك قيمة 5% من القيمة اللي انت دفعتها لأول طلبية، وهكذا مع كل طلبية عندك 5% بيرجع لك في حسابك من المبلغ اللي انت دفعته. وفيها كمان برنامج اللي هو المكافآت أو كود الخصم، بيعطيك كود خصم 5% كل المشتريات اللي انت هتطلبها بعد الطلبية الأولى، يعني مو بس خاص بيك، بس هو عام لكل أحد ممكن يكتب الكود ويحصل على 5% تخفيض. حبدا الآن استعرض معاكم المنتجات اللي أخذتها. حبدأ بالمكملات الغذائية. أخذت أول حاجة أوميجا 3 كاليفورنيا جولد، وأخذت جيمي كينج اللي هي فيتامين للأطفال، وكمان أخذت شراب الأوميجا 3. يعني من المكملات الغذائية والزيوت المفيدة للشعر عندهم كمية واسعة. أخذت زيت الخروع من ناو، وأخذت زبدة الشيا من ناو، كمان أخذت زيت جوز الهند العضوي من ناو، كمان في البلسم المشهور بتاع مانانتيل اللي هو بتاع الخيول هذا، والشامبو. وهذه المجموعة معروفة جدا انها هي بتطول الشعر وبتقوي الشعر وبتزيد من كثافته وقوته. تونر الوجه من بيكسي جلو تونيك، معروف انه هو بيدي نضارة للوجه، بيعادل البي اتش حقة البشرة. سعره جدا جميل على الموقع، الريفيوز عليه جدا حلوة، فأنا يعني حابة أني أجرب، لقيته في الموقع جدا حلو فجبته. مناديل إزالة المكياج هايدريتيند ميك اب ريموفل بالكوكونات أيل، لقيت اللي هو زيت جوز الهند، لقيت سعره جدا حلو، سعره بس 5 ريال على الموقع، حبيت برضو أجربها. معروف انه الكوكونات اويل بيزيل المكياج جدا حلو، ممكن تحطيه على القطن وتزيلي به المكياج، فحبيت جدا المناديل هذه لانها بتزيد من الترطيب، بتزيد من النعومة في ازالة المكياج. اخذت كمان واقي للشمس من نيتروجينا الترا شير دراي تاتش سان سكرين. العاجبني في المنتج ده انه عامل الوقاية في 100، انه سعره 53، نهائي ما بتلاقوا منتج في السوق اصلي. نيتروجينا ماركة معروفة وعامل وقاية عالي زي 100 بهذا السعر، دايما اسعار فوق 200. واحلى ما فيه انه مكتوب عليه في الريفيوز انه هو جدا يعني خفيف وما بيعمل طبقة بيضة على الوجه، فبرضو حبيت اجربه. الموقع موجود فيه منتجات تجريبية، يعني ممكن بينزلوا دايما منتجات تجريبية عليها أسعار حلوة، فكان في هذا كوكو كير فيتامين إي فحبيت إني أجيبه، سعره 4 ريال. عارفين طبعا فوائد فيتامين إي للترطيب وللتفتيح. بيبي كريم تغطية من ميشا، أنا أخذت الدرجة جولدن بيج، سمعت عنه برضو في ريفيوز حلوة إنه بيغطي تغطية حلوة تقريبا قريبة للفول كفرج مقارنة بالبيبي سكريم الثانية، فبرضو موجود على موقع هيرب، هو موجود عموما في الصيدليات، فبرضو طلبته عشان اجربه. عموما انا بحب البيبي سكريم لان بحسها خفيفة، بس غالبا الناس بيشتكوا من انه التغطية بتكون عالية، فان شاء الله اجرب البيبي كريم من ميشا، وان شاء الله حيكون في ريفيو كامل عنه في فيديو منفصل. اخذت برضو بلسم للشعر من هو كيراتين برازيلي مع زيت الارغان، هو برضو بيجي من المنتجات التجريبية،
سعره 8 ريال، واخذت كمان هذه قبعة الاستحمام سعرها 1 ريال، ومبرد معها ومراية. ملاحظين أسعار المنتجات التجريبية جدا رخيصة. تجربتي من الشراء من موقع iHerb صراحة اعتبرها تجربة ناجحة 100%، غير انه الاسعار انها جميلة وفي متناول الجميع، غير ان المنتجات كمان اصلية، كمان في كود خصم، وكمان في بروموشن وخدمة العملاء، ولا العملاء اساني يحفزوا العميل انه يعني يكون معاهم، وده جدا شيء حلو غير كود الخصم اللي بدوه. فانصحكم بانكم تجربوا iHerb صراحة، يعني الموقع جدا جميل والتسوق جدا سهل منه، والمنتجات اصلية تماما، المنتجات امريكية، والتوصيل غالبا لدول الخليج كلها والدول العربية. ولو حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب، وفي امان الله.